طابت أوقاتكم وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة اليوم من كشك الصحافة، والتي نبدأها كالعادة بالعناوين. كيف أصبحت الأسر اليمنية تخشى أحكام إعدام الحوثيين؟ 302 من المصابين يحاولون السير من جديد في مأرب. الحراك الجنوبي يطالب بإخراج القوات الإماراتية من سقطرى. ونطالع في الدي دبليو، أصغر موظفة في البرلمان الهولندي يمنية من حضرموت. أهلا بكم. لا يتمكن رأفت من النوم، وعندما ينام يرى كوابيس عن ابنه أكرم الذي يحتجزه المتمردون الحوثيون منذ نوفمبر في العام 2016، حتى يقول حيث يقول والده: لقد كانت جريمته الوحيدة هي أنه كان بحوزته بعض الصور والرسائل المناهضة للحوثيين في هاتفه الجوال. تحدث رأفت في تقرير مترجم وأعاد نشره موقع الحرف 28 بعنوان: كيف أصبحت الأسر اليمنية تخشى أحكام إعدام الحوثيين؟ يقول التقرير: يقوم الحوثيون الذين يسيطرون على الكثير من مناطق اليمن بما في ذلك صنعاء بتفتيش هواتف الموبايل الخاصة بأي شخص يسافر بين المحافظات. ويقول رأفت: إذا حاولت الدفاع عن ولدي سيقوم الحوثيون باعتقالي، النساء فقط سيكون بمقدورهن الذهاب والدفاع عن أبنائهن. ويخشى والد المختطف أكرم من أن تكون المستجدات الأخيرة بما في ذلك مقتل الصماد قد صرفت الانتباه عن محنة السجناء، حيث قال: إذا لم نسمع تعليقات تصدر من المنظمات خلال وقت قريب فإنه ربما يكون المختطفون قد قتلوا. أفقدت الحرب كثيرين من المدنيين والعسكريين أجزاء من أجسادهم، وفقدوا معها الأمل بالقدرة على السير من جديد. لكن بصيصا بدأ يلوح بالأفق. وفقا لموقع المشاهد نت، فإن 302 من المصابين يحاولون السير من جديد في مأرب. وكشف نائب مدير إدارة المساعدات الطبية والبيئية بمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبد الله الوادعي أن مركز الأطراف الصناعية في مأرب قام بتركيب 305 طرفا صناعيا للمتضررين من مليون لغم زرعها الحوثيون في اليمن، مشيرا إلى أن المركز استقبل المئات من الأطراف الصناعية، وأن المركز عمل لتوطين هذه الخدمة حتى يكون اليمنيون قادرين بأنفسهم على القيام بها عبر تأهيل الكوادر الطبية وإقامة الدورات المتخصصة. قلعة المصائر وباب الخروج منها، تحت هذا العنوان كتب مروان الغفوري مقاله المنشور في الموقع بوس، والذي قال في أجزاء منه: قبل 100 عام وقف كهل جزائري ليشاهد الحشود العسكرية الفرنسية وهي تمر في بلده. اقترب من ضابط فرنسي وسأله: ماذا تريدون من أرضي؟ أجابه الضابط الفرنسي وهو مطمئن إلى إجابته: لقد جئنا لتعليمكم وطبابتكم. قال الكهل الجزائري وهو في لحظة ذهول: ولماذا أحضرتم كل هذا البارود إذن؟ سبق أن قرأنا في مواسم الهجرة نحو الشمال مقولة مصطفى سعيد عن المدارس التي فتحها الإنجليز في بلده: لقد فتحوا لنا المدارس ليعلمونا كيف نقول لهم نعم بالإنجليزية. الإشارة الجيدة في بيان الخارجية الإماراتية هي اعترافها بأنها مجرد اتهامها باحتلال سقطرى هو أمر يشوه سمعتها في المحافل الدولية. لقد ضغطت الحملة الشعبية على العصب العاري، وهذا أمر جيد. استخدمت الإمارات تعبيرا متماسكا: جماعة الإخوان المسلمين ومن يقف خلفها. لأول مرة تورد هذا التعبير غير مطبوع بصفات أخرى ولا بمزيد من الشروح. بسرعة ورد الوصف نفسه دون تعديل في بيان المجلس الانتقالي حول ما يجري في سقطرى. قبل نصف عام كتبت وسائل إعلام إماراتية ومسؤولون إماراتيون عن حزب الإصلاح قائلين إنه حزب يمني غير مرتبط بجماعة الإخوان المسلمين. واصلت حكومة بندغر وضع حجر الأساس لمشاريع خدمية في محافظة أرخبيل سقطرى في وقت لا يزال التوتر سيد الموقف في الجزيرة مع الإمارات، ويعنون موقع المصدر أونلاين.
الحكومة تضع حجر الأساس ل13 مشروعاً في سقطرى رغم استمرار التوتر مع الإمارات. ووضع رئيس الحكومة الدكتور أحمد عبيد بن دغر ومعه محافظ أرخبيل سقطرى رمزي محروس حجر الأساس لمشاريع ممولة من منحة الاستجابة الطارئة للبنك الدولي عبر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مبلغ وقدره 350 مليون ريال، وينفذها صندوق الاجتماع للتنمية فرع المكلا. أكد المجلس الأعلى للحراك الثوري الجنوبي على ضرورة خروج القوات العسكرية الإماراتية التي قدمت إلى أرخبيل سقطرى دون أي مبررات جوهرية وفقا لعنوان الموقع بوست. الحراك الثوري الجنوبي يطالب بإخراج القوات الإماراتية من سقطرى، وقال المجلس في بيان صادر عنه إنه يتابع بقلق بالغ الأحداث الجارية في أرخبيل سقطرى وتداعياتها على مستوى تماسك الجبهة الداخلية في مواجهة الأعداء وتأثيراتها على مستوى السلم الاجتماعي الجنوبي. وطالب المجلس أن توكل المهام الأمنية الخاصة بالمحافظة لأبناء سقطرى في إطار المؤسسات الأمنية والعسكرية، ودعا إلى الوقوف الفوري لأعمال التحشيد المختلفة التي تهدد السلم الاجتماعي. الإنسان هو الحل. تحت هذا العنوان كتب وليد علوان مقاله المنشور في المصدر أونلاين، مضيفا في جزء من المقال: يدير الصينيون واليابانيون دولتيهم بنجاح كبير، وتحتل الدولتان المرتبة الثانية والثالثة من بين أقوى اقتصادات العالم، رغم أن معظم سكان الدولتين لا يتبعون ديانة سماوية، فيما تقف أمريكا على رأس دول العالم اقتصاديا وعسكريا ولا تقول إن المسيحية هي الحل. الأمر إذن يتعلق بالإنسان، بالمعرفة وبرامج العمل، بالإرادة والإدارة، وبالقادة الملهمين الذين يحدثون الفارق. أعجب الملايين من متابعي كرة القدم بأداء اللاعب المصري محمد صلاح في منافسة أبطال أوروبا. صلاح الذي صار أيقونة كروية وحصل على جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي، وأحدث صيتاً عالمياً بأخلاقه وأدائه واعتزازه بهويته، أضحى شخصية ملهمة لدى الجماهير العربية التي تعاني من الخيبة والخذلان وغياب القادة الملهمين، وصار بطلاً قومياً مصرياً لا يختلف عليه اثنان، كما أسس جمعية خيرية باسمه ترعى أكثر من 3000 محتاج مصري شهرياً، وتبرع بجهاز لسرطان العظام بقيمة 12 مليون جنيه وعشرة ملايين جنيه لدعم البنية التحتية في طنطا، وغيرها من الأعمال الخيرية التي قدمها صلاح منذ بداية مسيرة احترافه في الأندية الأوروبية. ورغم أن اللاعب محسوب على التيار الإسلامي المحارب في مصر بشكل أو بآخر، إلا أن صلاح استطاع بشرعية إنجازه وبشغله الفارق أن يفرض حبه وتأثيره في أوساط النخب والجماهير، ليقول لنا وبكل وضوح أن الإنسان هو الحل. عنوان بارز في موقع قناة دي دبليو بخصوص المرأة اليمنية التي تحتل منصبا في برلمان هولندا، وعنوان الموقع: الحضرمية مريم السقاف حلم كبير يجد طريقه إلى البرلمان الهولندي. ويقول الموقع واصفا الفتاة: تمشي بخطى متسارعة في الصباح الباكر عبر شوارع مدينة لاهاي متجهة للعمل، تدون أفكارها ومشوراتها إلى أو على قصاصات أوراق صفراء لتقدمها إلى أعضاء كتلة البرلمان التي تعمل معها. تنحدر مريم السقاف من إحدى الأسر الحضرمية اليمنية المحافظة، وانتقلت وهي في ربيعها الرابع إلى هولندا برفقة والديها اللاجئين. تقول: لم أحلم فقط، بل سرت بخطى ثابتة نحو حلمي. هكذا وصفت مريم السقاف أصغر موظفة في البرلمان الهولندي نجاحها. كانت مريم منذ نشأتها في زيارات دائمة مع والديها إلى اليمن، ومع وجود الفارق التاريخي والثقافي يبدو أن بعضا من روح البيئة اليمنية قد ألقى بظلاله على فكر مريم الليبرالي المحافظ. ظهر ذلك عند اختيارها للحزب الذي تنتمي إليه الآن، وهو حزب الشعب للحرية والديمقراطية VVW المحافظ، وهو أكبر حزب في الحكومة ولديه 33 مقعد في الانتخابات الأخيرة. تقول: لولا إيمان أبي بي لما كنت الآن على ما أنا عليه. وتردف قائلة: تجاوز أبي العقبات والانتقادات المجتمعية وكان دائما التشجيع لي. ينظر حسين أبو مريم بفخر إلى ابنته.
بعد الفاصل سنعود لمتابعة أبرز ما أوردته الصحف العربية والعالمية بالإضافة إلى بعض الأخبار المتنوعة، ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد. الرفض الشعبي يحاصر الإمارات في سقطرى، عنوان لصحيفة العرب الجديد قالت في تفاصيله إن الرفض الشعبي للوجود الإماراتي في محافظة أرخبيل سقطرى اليمنية يتعاظم يوما بعد آخر. مصدر محلي قال للعرب الجديد إن مواطنين من أبناء سقطرى منعوا قوة إماراتية من نصب نقطة عسكرية في ساحل منطقة جود بحجة مراقبة الساحل الجنوبي للجزيرة. وأشار المصدر إلى أن القوى الإماراتية شرعت إلى إقامة النقطة العسكرية قبل أن يتداعى مواطنون إلى المكان ويمنعوها من إكمال مهمتها، وذلك بعد علمهم بعدم وجود أوامر من السلطة المحلية تخولها بإقامة الحاجز العسكري. ولفت المصدر إلى أن القوى الإماراتية غادرت المنطقة وحاولت إقامة نقطة عسكرية في مكان آخر على الساحل الجنوبي، لكن رفض المواطنين حال مرة أخرى أو رفض المواطنين حال مرة أخرى دون ذلك قبل أن تجبر القوى على العودة إلى إحدى ثكناتها في مدينة حديبو. مدينة حديبو بدورها شهدت تظاهرة حاشدة تنديدا بالتدخلات الإماراتية في الجزيرة ومؤكدة على الحفاظ على السيادة الوطنية. من صحيفة ليفيغارو الفرنسية، اليمن غارة جوية على مكاتب الرئاسة، حيث قال سكان إن مكاتب الرئاسة اليمنية التي يستخدمها المتمردون الحوثيون في وسط صنعاء استهدفت للمرة الأولى بغارة جوية. وقد هز انفجاران قويان مبنى هذه المكاتب الواقعة قرب فندق كبير وبنك تجاري والعديد من الشركات وفقا للشهود. تدخل هذه الضربات أو جاء بعد ساعات قليلة من اعتراض الدفاع السعودي لصواريخ باليستية جديدة أطلقها المتمردون اليمنيون باتجاه المملكة. وقال المتحدث باسم قوات التحالف تركي المالكي إن الصواريخ أطلقت من محافظة عمران اليمنية شمالية صنعاء. ويعتبر هذا كما قال الضابط السعودي دليلا جديدا على تزويد إيران المتمردين الحوثيين بالأسلحة الذين أطلقوا المزيد من الصواريخ على السعودية منذ نوفمبر الماضي. اليرموك أو وطن الحلم الذي أحبه وأكرهه، يكتب الفلسطيني سمير الزبن مقاله عن ذكريات حياته في مخيم خارج الوطن. وقال الكاتب: عندما كنت أسأل نفسي هل تحب المخيم أم تكرهه وأنت المولود فيه، لم أكن أجد الجواب تماماً. كنت أشعر بتناقض مشاعري تجاه المكان. أي مشاعر سوية يمكن للمرء أن يحملها تجاه مكان ولد فيه لاجئاً ابن لاجئ وأنجب فيه لاجئين؟ أي سخرية للقدر تجعل المرء غريباً طوال عمره، يولد في مكان وينتمي إلى مكان آخر؟ هو المخيم المؤقت الذي تحول إلى ثابت في حياة الفلسطينيين، وظيفته مؤقتة، يحتضن مقيمين مؤقتين ينتظرون العودة إلى مكان استحال عليهم، وبات الانتظار الدائم يقينهم الوحيد، لأن وطنهم تم تكنيسه تحت دولة أخرى ولدت بفعل عدوان حطم وطنهم ومجتمعهم وبنى على أنقاضهم دولة أخرى كانت نتيجته أن يشكل هؤلاء المقتلعون من وطنهم شعباً في المنافي يسكن الحلم. هل أحب المكان أم أكرهه؟ لم أهتد يوماً إلى جواب قبل انطلاق الاحتجاجات في سوريا وأجبر على مغادرة المكان المخيم دمشق. عندما كنت أعيش فيه لم أكن قادراً على تحديد مشاعري تجاهه، وعندما غادرته لم يصبح الحال أفضل، إنما توصلت إلى الإجابة المتناقضة نفسها التي كنت أشعرها هناك، أي هذا التناقض بين الحب والكراهية للمكان الذي يعيش فيه المرء. وهذا التناقض يطبع حياة اللاجئين عموما وليس اللاجئين الفلسطينيين فحسب. كانت الإجابة: أكره المكان وأحبه. كرهته لأنه الشاهد على بؤسنا وعلى الظلم التاريخي الذي وقع علينا. كرهت أن أولد غريبا في مكان ليس لي
إلى ما هناك من الذكريات الأليمة التي وسمت حياتنا بالأحزان والندوب العميقة وجعلتنا نعيش حياتنا في المؤقت من دون يقين من أي شيء سوى الانتظار المديد. صحيفة البيان تتحدث عن جريمة وقعت في مصر، حيث أمرت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمحكمة 6 أكتوبر الابتدائية بحجز القضية المتهم فيها رجل وربة منزل بقتل ابنة الأول منى 14 سنة عمدا مع سبق الإصرار والترصد لفتح مقبرة أثرية بمنطقة الصف جنوب الجيزة. الطب الشرعي كما تقول الصحيفة أكد وجود شبهة جنائية حول الواقعة فضلا عن تحريات المباحث التي استندت إليها النيابة في توجيه الاتهامات للمتهمين في القضية. الطب الشرعي قال بأن الطفلة توفيت نتيجة إسفيكسيا الاختناق وأنها تعرضت لحالة خنق بمنطقة العنق ما تسبب في وفاتها. ولما جاء بتقرير الطب الشرعي وطلبت النيابة تحريات تكميلية حول الواقعة لتكشف عن تورط الأب والعم في مقتل الطفلة، وعليه صدر قرار بضبطهما وإحضارهما وإحالهما للنيابة التي أصدرت قرارا بحبسهما. واتهمت خالة الطفلة زوج شقيقتها بقتل ابنته بمساعدة شقيقه ووالدته لتقديمها قربانا بناء على أوامر أحد الدجالين لفتح مقبرة أثرية داخل المنزل، مستندة في اتهامها إلى أن الجيران أكدوا لها أن أعمال حفر تمت داخل المنزل قبل الواقعة بما يقرب من 20 يوم. معجزة طفل عاد للحياة بعد موافقة والديه على التبرع بأعضائه، هذا ما اختارته شبكة البي بي سي عنوانا لموضوعها الذي يتحدث عن استعادة صبي في ولاية ألاباما الأمريكية وعيه قبل يوم من نزع الأطباء أجهزة الإعاشة منه بعدما وقع والداه أوراقا للموافقة على التبرع بأعضائه. ترى نتون ماكي نيلي 13 سنة أصيب بكسور في دماغه عندما انقلبت عربة صغيرة كان يستقلها في مارس الماضي. الأطباء أخبروا والديه بأنه لن يتعافى لكنه قد ينقذ 5 أطفال يحتاجون إلى نقل أعضاء. وقالت الأم إنها وافقت على توقيع أوراق التبرع بأعضاء ابنها عندما علمت بأن هذه الأعضاء من الممكن أن تنقذ أرواح 5 أطفال آخرين. تابعت في اليوم التالي كان من المقرر إجراء الأطباء آخر اختبار لموجات المخ، لكن أعضاءه الحيوية استأنفت عملها ما أدى إلى إلغاء الاختبار. وأضافت الأم أن ابنها يمشي ويتحدث كما يحل مساء الرياضية أيضا، واصفة ما حققه من تعافي بأنه معجزة. المواجهة الإيرانية الإسرائيلية المنتظرة، تحت هذا العنوان كتب بشير البكر مقاله المنشور في العربي الجديد مضيفا في جزء من المقال. بات في حكم المحسوم أن مواجهة إسرائيلية إيرانية كبيرة تلوح في الأفق، ولم يبق سوى تحديد ساعة الصفر والمدى الجغرافي. وتضاعفت أسهم هذه المواجهة بعد أن كشف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الاثنين الماضي عن معلومات حول المشروع النووي الإيراني. وبغض النظر عن أهمية المعلومات من عدمها، بات نتنياهو طليق اليد في إعلان الحرب ضد إيران، وحصل على موافقة من الكنيست وضمن تغطية من الولايات المتحدة، ويطمح ألا تعارض دول أوروبا هذا التوجه، على الرغم من أن قرار هذه الدول يظل مرتبطا بمكان وحجم الضربات التي تنوي إسرائيل توجيهها لإيران. هناك إجماع على أن حرب إسرائيل ضد إيران سوف تكون في سوريا لعدة أسباب. الأول، إن إسرائيل تمارس هذا النوع من الحرب ضد إيران وأتباعها في سوريا منذ سنوات، ولا تحتاج اليوم سوى إلى توسيع نطاق العمليات. الثاني، هذه الحرب بالنسبة لإسرائيل أقل كلفة من الناحيتين المادية والبشرية، فهي لن تتطلب أكثر من عمليات يقوم بها سلاح الطيران أو صواريخ بعيدة المدى، وليس هناك ضرورة لمشاركة قوات برية. الثالث، أن الأهداف العسكرية المرشحة للهجوم الإسرائيلي واضحة،
وهي تشمل مواقع عسكرية تابعة للحرس الثوري الإيراني وحزب الله ومراكز عسكرية للنظام السوري تحتوي على أسلحة متطورة. السبب الرابع يكمن في الموقف الروسي الذي يميل ضمنيا إلى عدم معارضة التوجه الإسرائيلي في ضرب إيران وحزب الله في سوريا، بل هناك من المتابعين للعلاقات الروسية الإسرائيلية يرون أن روسيا تؤيد توجه إسرائيل إلى تحطيم قوة إيران وحزب الله في سوريا، لأن ذلك يساعد روسيا على التحلل من العبء الإيراني والتحكم بالشأن السوري. ومن فيتنام هذه المرة تحديدا تحت الأرض وعبر صور خلابة من مغارة هناك، ننقل لكم جولتنا المصورة لهذا اليوم من صحيفة الديلي تلغراف. نتابع الصور. بهذه المجموعة من الصور والصحف نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من كشك الصحافة. نترككم الآن مع مجموعة من رسوم الكاريكاتور. إلى اللقاء.